بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر السيد المستشار على طرحه هذا السؤال والذي يعبر عن غيرة وطنية صادقة نتقاسمها جميعا في الدفاع عن قيم المغاربة وأخلاقهم، في الدفاع عن صورة المرأة المغربية، في الدفاع عن صورة المغرب. هذه قضية وطنية، ليست قضية حزب بعينه أو قضية إيديولوجية أو سياسية، بل هي قضية كل المؤسسات، ولهذا أحييك على طرح السؤال. ثانيا، الفيلم الذي أشرت إليه قدم مرتين طلب الدعم إلى لجنة مستقلة ورفض طلبه لاعتبارات فنية. ثالثا، عندما قدم لطلب الحصول على رخصة التصوير لم يقدم السيناريو الذي شاهده البعض، بل إن مدير المركز السينمائي المغربي والذي شاهد الفيلم فوجئ بأن ما قدم من أجل الحصول على رخصة التصوير ليس هو ما كان. رابعا، عندما وقفت الوزارة على الضرر الجسيم الذي حصل لصورة بلادنا والذي يقع أيضا بنقل مشاهد مخالفة لأحكام دفتر التحملات في القناة الثانية والتي تنص على الامتناع عن بث مشاهد ذات إيحاءات جنسية، عندما حصل ذلك قامت الوزارة باتخاذ القرار الذي ينص عليه القانون، وهو عدم السماح بالترخيص بعرض هذا الفيلم. أولا، حماية لحرية التعبير التي لا تعني بتاتا حرية العبث والتخريب على المستوى السينمائي كما قال سي بن سالم حميش. ثانيا، من أجل رفض تزكية أو القبول أو منح اعتراف مؤسستي لهذا الإنتاج. رابعا، لأن المواثيق الدولية نصت على أن حرية التعبير تقيد بالقانون كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 20، والقانون ينص. هل يمكن أن ننقل الواقع الذي يشهد التمييز العنصري؟ بريطانيا في مارس الماضي منعت فيلم بعنوان جريمة كراهية يتعرض للعنف الجنسي في حق عائلة يهودية ومنع وتم التصفيق للقرار، وأنا هنا أحيي لعموم المغاربة الذي ساندوا هذا القرار. في فرنسا في بداية هذه السنة منع فيلم ولم يحتج الناس، كانت احتجاجات بسيطة، ولم يقل الناس أن هذه حرية التعبير. حرية التعبير مكسب لا تراجع عنها، لكن تمارس في إطار القانون. لا تراجع بمعنى لا يمكن أن نتراجع عن استقلالية الإعلام، لكن في نفس الوقت سنعمل على تفعيل دور المؤسسات. شكرا سيدي. سنعمل على اللجوء إلى المؤسسات ومن مؤسسات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. شكرا سيد الوزير. الكلمة لأحد أعضاء الفريق الحركي للتعقيب عن